السمك. اه وان مصطفى كان والده عنده المحل الرئيسي بتاعه، كان هو كبير سوق السمك، وبالتالي انت عندك ده اللوكيشن الرئيسي بتاعك اللي تقدر تقول ده يعني المين لوكيشن هو ده، فما كانش ينفع انك تبخل فيه. اه بس بقى فين عندك بقى السمك ده يا استاذ حسام؟ احنا عايزين السمك ده، فين السمك ده؟ راح فين السمك ده؟ انا عايز اعرف ماكيتات كم موجوده كتير السمك عند ده حضرتك بكل بكره في وديته بقى، البيت انا على عايز طول. اعرف وديته فين؟ يكون عندك ماكيتات كتيره بكره في البيت على طول. ماكيتات ده حقيقي يعني ولا ماكيتات؟ لا بص حضرتك، احنا يعني ما كان في مشكله كبيره في الموضوع ده اصلا، يعني موضوع انك تعمل سوق سمك، فانت هتجيب السمك ده، طب الريحه بتاعت السمك ده وانت شغال، بالنسبه للممثلين طول اليوم احنا بنشتغل بال 20 ساعه في اليوم، طب السمك ده ريحته عامله ازاي؟ طب يعني بغض النظر عن التكلفه بتاعته اللي هي اللي مش يعني هتبقى تكلفه هستيريه ما حدش يتحملها. فقعدنا نفكر ايه الحاجات السمارت اللي ممكن تحصل في الموضوع. فالمنتج الفني اتكلم معانا استاذ اشرف معبود، برضه كان بيتكلم في فكره ان احنا ممكن نعتمد نعمل ماكيتات لسمك، ونجيب سمك ريل، والكومبينيشن كده يعني توليفه مع بعض، بحيث انك تقدر تخلي الحاجات ريل، الحاجات اللي مصطفى بيتعامل معاها دايما، يعني الحاجات اللي شفناه في المسلسل ده ده حقيقي 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 طبعا، لان سمك حضرتك حقيقي. هتشوف، حضرتك هتشوف عادي. اه طب بتودوه فين بعد كده بقى؟ التصوير بيروح فين؟ كنا ما هو برضه بتشووه مثلا؟ بتقلوه؟ بتعملوا فيه هو ايه؟ السمك بعد اليوم مش هينفع تعمل فيه حاجه، اه ولو بيته هيبقى تاني يوم مش فريش، وانت مظبوط، عايز تصور ده، فكنا بنبيعه تاني الراجل اللي جاوز، بس بنبيعه تكلفه اقل. بيتبيعوه يعني برضو تجاره لا بيزنس. لازم انا بقول اه لك انتاج برضو انتاج. لازم. ايه تاني انتاجين يعني؟ اذا كنت بتكلم من جزء من الانتاج واضح في الصوره ان شادي بسمك بكل المحتوى بتاعته. دخلي يعني شقه المعلم الحاجات دي كلها كانت دخلي، كل ده اتحرق. انت في رمضان على الهوا بتعرض، هتعمل ايه؟ هو ده كان التحدي الكبير. عملت يا استاذ حسام حليتها ازاي بقى؟ انا شفنا المسلسل كله طبعا لغايه امبارح اخر حلقه، حليتها ازاي؟ كان عندي مشكله كبيره جدا في الموضوع ده، انك لازم تكون يعني انت الناس نجح معاها المسلسل جدا الحمد لله، وبقى الفيدباك بتاعه عالي جدا، فانت ما ينفعش تختمه ضعيف. فكان في قعدات يعني بجد في جنود مجهوله كتير جدا في المسلسل ده، كان في قعدات مستمره، وقعدنا طب هنعمل ايه، مش عايزين كمان ان احنا نعمل اي حاجه بحيث ما انك هتنهي ضعيف، ما ينفعش لانك بقيت قوي، الناس مبسوطه من المسلسل فما ينفعش تعمل كده. فبدات تفكر في حلول سمارت ان هي تنقلك بشكل منطقي جدا من اللوكيشن اللي كنت بتصور فيه تروح في حته تانية. وبعدين زي ما شفتوا هو سوق السمك في الاخر احنا عملناه تاني يعني، بس عملناه جرافيك طبعا.